أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآيات دي في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فيها سبب إنزال البركات من السماوات والأرض، وكذلك فيها سبب منع إنزال البركات من السماوات والأرض، لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. ومفهوم الآية لو أن أهل القرى لم يؤمنوا ولم يتقوا فإن الله تعالى لا يفتح عليهم بركات من السماء والأرض. والآية دي عامة، وأنه ما بتتكلم عن قرية معينة أو قرى معينة، بل هي آية عامة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أو إلى أن يشاء الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني حققوا الصفتين دل الإيمان والتقوى، آمنوا بما يجب الإيمان به، وما يجب الإيمان به أركان الإيمان الستة، في حديث جبريل في صحيح مسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ده الإيمان. إذا العباد حققوا هذه الأركان الستة وأضف عليها التقوى، والتقوى فعل الطاعات وترك المحرمات، دي التقوى، فعل الطاعات وترك المحرمات. ربنا قال العباد لو حققوا الصفتين دل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ربنا قال لفتحنا، وده كلام مؤكد بالقسم. وفي قراءة لفتحنا عليهم بركات، والبركات جمع بركة، والبركة أصلها من الزيادة والنمو، بركات من السماء والأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الناس بركات من السماء كالمطر، المطر بركات من الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ينزل هذه الأمطار ويحيي بها الأرض بعد موتها، كما قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فربنا سبحانه وتعالى أخوانا ذكر لنا حل جميع المشكلات الاقتصادية على مدى الأزمنة. أي مشكلة اقتصادية مر بها العباد، أي مشكلة في أي زمن من الأزمنة، لو دارين الحل والعلاج يرجعوا للآية دي. لو رجعت أي مكان ثاني ما بتلقى الحل والعلاج. لو لميت الخبراء بتاعين الاقتصاد، خبراء الاقتصاد الجاهلين بالقرآن والسنة، ولميت السياسيين كويس، ولميت من لميت من الناس، حتى لو لميت من الجن، عشان تصل لحل لأي مشكلة اقتصادية موجودة عند العباد ما تصل لحل إلا ترجع لهذه الآية. عشان كده لما أصاب الناس القحط
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة أصاب الناس قحط شديد وجوع وقلة في الأموال والثمرات. ماذا كان العلاج من عمر رضي الله تعالى عنه؟ هل لما الخبراء ما لما هي غبيب ولا قال جيبوا لي ناس النخل ولا قال جيبوا لي ناس الثمار ولا قال جيبوا لي المهندسين بتعين الواطة خليهم يورونا المشكلة وين؟ لا، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس، طلعهم صلاة الاستسقاء يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. كده الإشكالات الاقتصادية بيحلوها بالطريقة دي، كويس؟ فقال قم يا عباس فادعوا الله، لأنه العباس مكانته قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عمه أي عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام العباس وأنا دايرك تفتح أذانك كويس، داير تحل المشكلات، أيوه افتح أذانك لكلام العباس ده اللي بيحل لك المشكلة. فقام العباس رضي الله تعالى عنه ورفع يديه وقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. شو الكلام ده؟ كلام نجيط. البلاء ما بينزل إلا بالمعاصي وما بترفع إلا بالتوبة. قال فإنا نتوب إليك فاسقنا. قال الراوي فنزل المطر. ده الرجال جد، نزل المطر طوالي، علم الله تعالى صدق نواياهم. هو واحد بيتكلم باسم الجميع، قال إنا تبنا إليك باسم الجميع فاسقنا، مع إنه واحد، فعلم الله تعالى الخير في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم فنزل المطر. كذا انت كذا بتحل المشاكل الاقتصادية، جوع، أزمة، في أي حاجة بتحلها بالطريقة دي. الناس ترجع وتتوب لله تبارك وتعالى. واعرف انه اكبر معصية بترفع النعيم، ترفع النعيم الشرك بالمناسبة، ودي معلومة فايتة على كثير من المسلمين اليوم. النعيم لو بقى موجود الشرك ده بيرفعه بالمناسبة، حتى لو بقى موجود متوفر، مجرد ما وقع الناس مجرد ما وقعوا في الشرك النعيم طوالي بيزول. أهل مكة ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش، يعني اجتماعهم، الإيلاف يعني الاجتماع، قريش كانوا مجتمعين، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام واليمن. ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ذكرهم بالبيت لأنهم كانوا بيعظموا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والعباد إذا لقى الاثنين ديل تاني داري شنو؟ أصل الأمة دي كلها جارية في شنو؟ في الحاجتين ديل دارين أكل نيانيا يأكلوا، الأمة دي كلها دارين يأكلوا ودارين يكونوا آمنين، بس تاني ما في حاجة. أنت لو بقيت آمن وشبعان أنت ما أمورك واضحة، تاني داري شنو؟ فربنا اداهم، قال لهم الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طيب النتيجه كانت منهم شنو؟ ربنا قال النتيجه في سوره النحل، ربنا قال وضرب الله مثلا قريه كانت امنه، ودي مكه كما قال ابن عباس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الرزق جاي طوالي من أي محل، رغد متوفر ما محتاجين لزول، رغدا من كل مكان. ربنا قال فكفرت بأنعم الله، وطبعا المراد هنا ما القرية، القرية هي الكفرت، لا، القرية ما بتكفر،
لأن القرية جماد أصل. المراد هنا أهل القرية. قال فكفرت يعني أهل القرية بأنعم الله. ما نعمة واحدة، ربنا اداهم نعم كثيرة. كفرت بأنعم الله، وبعد شوي أنا بوريك كيف كفرت بأنعم الله. فماذا كان مآلهم؟ ربنا قال فأذاقهم الله. شوف أذاقهم الله، ضاقوا ضاقوا عديل. تعرف الضوقان؟ مش هسي بيقول لك أنا ضبط المر بس يا وذا. فأذاقهم الله لباس، ما قال الجوع، قال لباس الجوع والخوف. الجوع والخوف ده كأنه لابسينه لباس متلبسين به طوالي. الواحد بيكون جاي جعان وخايف طوالي بعد ما كانوا شبعانين وآمنين. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ليه؟ بما كانوا يصنعون. البدلة السببية، بما كانوا يصنعون بسبب هم. النعيم اترفع. أم جئناك في سورة سبأ، ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الشغل ده نحن محتاجين له بالذات في الأزمنة دي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ دي في اليمن، مملكة في اليمن، جنتان عن يمين وشمال، جنان عظيمة باليمين وبالشمال، كويس؟ طيب ربنا لما يدينا النعمة يا اخواننا، نحن مطلوب مننا شيء واحد. ربنا بيديك النعمة وبيبيح لك انك تاكل، يعني مش بيحجر عليك، لا 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 لا، مع انه التحجير ده ذاته بالمناسبة ممكن يحصل. ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لكن ربنا بيديك النعيم تاكل. ربنا قال لهم كلوا من رزق ربكم، أكل. لكن في حاجة مهمة، واشكروا له. تشكر لله تبارك وتعالى. والشكر ما باللسان بس يا أخوان، الشكر ما باللسان. أي نعم اللسان، الشكر باللسان نوع من أنواع الشكر، لكن الشكر الحقيقي هو العمل الصالح. لاحظ لقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ولاحظ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فقابل العمل الصالح بالشكر، جاب الشكر قصاد شنو؟ قصاد العمل الصالح. عشان كده الشيخ ابن عثيمين استنبط من الآيات دي إنه الشكر هو العمل الصالح. الما بيعمل صالح ده ما شكر الله، ولو شكر الليل والنهار بلسانه، لكن هو ما بيعمل الصالحات ده ما شاكر لله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد يا أخوانا إنه اللي بيشكروا الله ما كتار. ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، ما كتار، شوية. أسأل الله يجعلنا من الشوية ديل. وقليل من عبادي الشكور. الله قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الحصل ربنا قال فأعرضوا عن شنو؟ أعرضوا عن شكر الله، يعني أعرضوا عن العمل الصالح، كفروا بالله عز وجل، أشركوا بالله تبارك وتعالى، مع إنه كانوا عندهم جنات عظيمة جدا جدا. يا أخي ديل كان الواحد يسافر ما يحتاج يشيل معه زواده في الشارع، زواده ما بشيل، لأنه النعيم متوفر باليمين والشمال، أي محل ينزل ممكن يأكل مجان. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط والأثل قالوا الطرفة والطلح، وبعضهم قال الطرفة والأراك، والاثنين ما منهم فايدة كثيرة بالمناسبة. الشجرة الطرفة ده بتلقاه في شارع النيل، ما منه أي فايدة، لا البشر بيأكلوا ولا البهائم بتأكلوا، ما منه فايدة هناك في شارع النيل. أما الطلح برضه والأراك برضه ما منه فايدة كثيرة لأنه ما بيتاكل. وشيء من سدر قليل، ابن كثير قال لما كان السدر أحسن شيء، والسدر ده النبق،
لما كان أحسن طعام عندهم بالنسبة لحالنا اللي هم فيه ده، الله قال قليل، يعني النبق ذاته ما مكفيهم، النبق ذاته ما مكفيهم. السبب ربنا قال ذلك، يعني اللي حصل ده، جزيناهم بما كفروا، أي بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ لاحظوا يا أخواننا إنه الناس زين من النعيم انتقلوا لياتو حال. السبب شنو؟ السبب الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. أقرأ صاحب الجنتين في سورة الكهف، الكلام ده مهم شديد ولا بد من تكراره بالذات في الأيام دي. أقرأ صاحب الجنتين في سورة الكهف، ربنا قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. انت كده تخيل معايا المنظر ده، جنتين ما واحدة من العنب، أصل الجنتين عنب، والعنب ده ما هو شيء هين يا اخوان. وحففناهما بنخل، الجنتين محفوفات بنخل، دي كلها حق زول واحد ما معه أي شريك، براو حق زول واحد، محفوفات بنخل، مقفلات تمام بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، الله قال زرعا، يعني كل أنواع الزروع. شفت بين الجنتين بتلقى أي شيء، دار بطيخ، دار مانجا، دار جوافة، ليمون، أي شيء بتلقاه بين الجنتين. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الجنتان يثمرا وما بتنقص شيء، يعني مش الجوافة بتنتج والمانجا ما بتنتج مثلا، لا لا لا، كله، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان له ثمر. وفي قراءة ثمر، وقالوا الثمر هو المال، يعني إضافة للجنتين ديل، أصلا هو ماله ذول مقرش أصلا بلغتنا الآن، مرطب، إضافة للجنتين. وكان له ثمر ودخل جنته وهو وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عنده صاحبه من المتقين، صاحبه ده من المتقين، قال له أنت ما شايفني أنا أكثر منك مال وأعز نفرا، يعني من قبيلة محترمة، القبيلة بتاعتي محترمة. شو ذول أخواننا، أداه ربنا أداه كل أنواع النعيم. بالنسبة للنسب، النسب بتاعه فل، قبيلة محترمة ما فيها كلام. بالنسبة للزراعة، الزراعة راقدة بكل أنواع الثمار. بالنسبة للمال، المال راقد كويس، وعنده كمان خدم شغالين، عنده خدم ذاته شغالين. قال له صاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كويس. بعدين كفر بأنعم الله تبارك وتعالى، عشان كده صاحبه حاوره، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اللي بيسويك راجل الله بالمناسبة، ثم سواك رجلا، الرجولة دي ما منك انت، انت ما بتكتسبها من عندك كويس، عشان ما تقول لي ديل رجال الله وديل الرجال وديل ما الرجال، الرجولة دي من الله تبارك وتعالى. ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي، لكن دي أصلا لكن أنا زي ما قالوا العلماء، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، خد خطين هنا، ولا أشرك بربي أحدا، ولولا يعني هلا إذ دخلت، يعني حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجع الفضل لله عز وجل. بعدين قال له إن ترني أنا أقل منك ما إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، طلب من الله عز وجل، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. العلماء قالوا يعني في الجنة هناك في الآخرة، هو ما داير الدنيا، قال له والله بيديني أحسن من دي هناك ما هنا،
كويس، خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء. دعا عليه، والعلماء قالوا اي ذول عنده نعيم وخير، ها بقى ذول صاحب شر ويكفر بالله ويدعو الى الضلال، بجوز تدعو الله انه يشيل منه الخير ده. يجوز لك تدعو الله تبارك وتعالى، تقول اللهم اطمس ماله، يا الله اجعل فقره بين عينيه، بجوز، لانه ده دعاء. قال له فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ربنا استجاب دعاه، ربنا قال واحيط بثمره كله، ما في شيء، واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، دافع فيها قروش ثقيله، انتبه دافع فيها، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني، يا ريت لم اشرك بربي احدا. خط هنا الف خط، يا ليتني لم اشرك بربي احدا. الله قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا. تعرفوا يا ناس إن النعيم ده بيزول بالشرك، لكن احنا عشان نغني الشعب السوداني صعب جدا. الليلة بتلقى في أزمة في البنزين والجاز، العربات واقفة صفوف، صف الجاز صفوف، امش بالله عليك الله شوف الصف، تعال من جنب الطرمبة، دفار حافلة دفار مكتوب بورا يا الحفيان، تاني دفار حافلة حافلة مكتوب بورا غوث زمانه، وينه؟ قطرة بتاع جاز ما قادر يديك لها، تقول لها غوث زمانه، كويس؟ تاني احسب تاكسي ركشة امجاد، يا سابق يا، وينه؟ وينه؟ وتلقى مبيت في الطرمبة 3 ايام ولسه عقيدته في الجماعة، الناس ذريبة فلان وذريبة علان، والله الناس زالوا بيفكروا، لو عندهم عقل المفروض الايام دي يفكوا الشيوخ، الايام دي بالذات يفكوا الشيوخ، يا ناس شيخ ما قادر يجيب قطرة بتاعت بنزين، كويس؟ بعدين عمك ما قال إنابة خب في البلاد نزيل، حسي ده ما خب، ما قال قل يا ولي الله إسماعيل، طيب الآن قولوا يا إسماعيل داري لنا جادوا بنزين خليه يجيب. طيب الجماعة ما قالوا بيقلبوا، والقلب التمساح حجر والقلب البيت ولد، احنا الان عندنا نيلين في ازرق وفي ابيض، ممكن واحد نستغنى منه، اقلبوا جاز الابيض خلوا، اقلبوا الازرق جاز، عشان ذاته الشعب السوداني ده كله ينبسط، تاني لا طرمبة ولا غيره، تمشي تقف في البحر تخش توش جوا في البحر تملى تنكيك وتبقى مارك. لو ما عملوا كده، شوف لاحظ معي، لو ما عملوا كده عارف انه الناس زي الكيس فاضي، والله الا يسووا كده وبيقدروا ما بيقدروا، وناس بيقارب واق واق، انت ما قادر تعمل اي حاجه يا اخي، ما عندك اي شيء، ما عندك موضوع. فتعرفوا انه اي ازمه تحصل في البلد دي اقتصاد ولا ما اقتصاد، السبب الشرك، لكن عشان تغني الشعب السوداني صعب جدا، والله امشي هسي الطرمبات دي قول لهم السبب شنو؟ سبب انعدام الجاز والبنزين، يقول لك المصفى، صفي راسك، مصفى شو؟ الموضوع ده شرك، انت ما جايب خبر، والله العظيم ما مصفى، مصفى بتاع الساعة كم؟ الله قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الله كان فتح بيفتح بلا مصفى، ولا في ذول عنده اعتراض؟ بدون مصفى الله بيفتح، لكن 200 لما الناس يؤمنوا ويتقوا الله تبارك وتعالى، لكن لسه ده عنده عقيدة في أبو سفنجة، وذاك عنده عقيدة في أبو ستيكا، وده ماسك في ابو مخلايا، من وين؟ البركات تجي من وين؟ من وين تجي البركات؟ وربنا كلامه حق، الله كلامه حق، كويس؟ وفي ناس بيخطوا الشغله دي في المسؤولين، كله يقول لك كله من الحكومه، وانت ملائكه يعني؟ انت ملائكه لا تعصي الله ما امرك وتفعل ما تؤمر، انت ذاتك ما شغلتك بايظه، كويس؟ يقول لك كله من الحكومه وكله من المسؤولين، كله منك انت ذاتك، كله منك، بس انت ما لاقي ذول يقول لك، انت قاعد تقول في ايديك،
لكن ما لاقي دول يقول لك، احنا هنا بنقول لك كل منك انت ذاتك، عرفتها؟ ودي داي في مسألة قاعدة ضربونا كثير، كويس؟ الجماعة اللي بيقول لك كله من المسؤولين، زي واحد بيدخل ولده في المدرسة، الولد ده ما بيقرأ ولا بيكتب ولا بيلخص ولا بيحضر حصص ذاته، النوع اللي يجيك بعد الفطور ذاك، عرفته؟ ويجي البيت بيجاو بيجاو ويطلع يفوت، صنف زي ده، تجي الامتحانات يمتحن حيسقط طبعا، مش كده ولا بينجح؟ أنا لو النجاح ده بيسقط، أول ما يسقط يودي النتيجة البيت، أبوه يشيل العكاز ويجري المدرسة، كو 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 يدق للمدير الباب، مالك يا حاج؟ مدرستكم دي ما نافعة، ليه ماله؟ ولدي سقط. طيب ولدك سقط وولدك ما نافع، مش مدرستنا؟ المدرسة بتاعتنا سمحة جدا والحمد لله، وفيها معلمين أكفاء وفيها أي حاجة، لكن ولدك ما نافع، لا بيقرأ لا بيذاكر ولا أي حاجة، أنت وكدار تشيل عكاز، شيله على ولدك، ما تجي للمدير المسكين. بنفس الفهم، الليلة في ناس دايرين يشيلوا عكاز على الحكومة، أنت شيل عكاز عليه روحك، دي أول شيء. شيل عكاز على روحك أول حاجة، عرفته؟ نحن لو ما صلحنا البلد دي ما بتنصلح، ما بتنصلح أصلا ولا تحلم إلا نصلح نحن كلنا. وأهم تصليح إنه الشرك ده ينتهي، الشرك ينتهي، وما بنقول نمشي نكسر الجباب والأضرحة، ما بنقول، لا، نحن بنكسرها في قلوب الناس، ما بنكسر عملي، لأنه التكسير العملي ده ما من شغلنا، لكن لازم نكسر الجباب والأضرحة في قلوب الشعب السوداني، القبة تنكسر في قلب الشعب السوداني، والشيوخ ينكسروا في قلوب الشعب السوداني، إن شاء الله البركات بتنزل، أي واحد بيركب براده، والله العظيم، نحن كلام الله ما بنشك فيه، والله ما بنشك، بعدين ما تقول لي، لا، ما في ناس كويسين، بل الناس الكويسين الشر بعم، شكد ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبنا، لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بيصيب الناس كلهم. يا أخي إذا كان الصحابة في غزوة أحد حصلت مخالفة من أفراد معينين، والغزوة فيها النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء والصالحين، والتقصير ما حصل منهم كلهم رضي الله تعالى عنهم، ما منهم كلهم، أفراد معينين يتعدوا بالأصبع، خطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل وقال لهم ما زيحوا حتى لو انتصرنا، ما زيحوا من الجبل، ما تتركوا مكانكم. لما حصلت الهزيمة للمشركين، والقصة معروفة، حصلت الهزيمة للمشركين، في أفراد معينين نزلوا، كويس، نزلوا، ماذا يقول القائلون إلا تبركا؟ أواصل كيفك؟ ولن نستطيع أن نبلغ وبيدا ما مسموع رب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أن يصفه الواصفون، فقط تبركا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يا إخواننا، على إنه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، والمخالفة كانت من أفراد معينين، والجيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وباقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فجاءت الهزيمة بسبب هذه المخالفة. ربنا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فده السبب فيه الرئيسي يا أخوانا، هو من عند أنفسكم. وده دار أقوله وأختم به، إن الناس ترجع لله تبارك وتعالى، ونتواصى فيما بيننا بالحق، ونتواصى بالصبر، وما يغرك جعجعة المجعجعين. ديل كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، دبر الآية دي، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الشكر.